ده اللي حصل في الفيديو اللي صورته بنت لأم بديلة في واحدة من دور الأيتام اللي حصل في التجمع الخامس. بتحمي طفل بمية ساقعة كنوع من العقاب. الجميل ان المؤسسة اللي بتربي الايتام دول ما انكرتش، جري نزلوا بيان بيقولوا فعلا ده حصل، الام البديلة غلطت، ناقصها تدريب لانها اصلا مش مؤهلة. حد يقول لي بقى من غير الفيديو اللي البنت اللي تسلم ايديها عليه ما صورتوش وما شيرتوش كان ايه الموقف دلوقتي؟ كان الولد ده وغيره لسه بيتعذبوا على ايدي الناس، ربنا عالم بنفوسهم. النقطة الثانية والأهم، ده رعاية الأيتام دي وغيرها خافوا قلقوا، إحنا بنتصور، إحنا متراقبين، سمعتنا هتروح، التبرعات هتقف، محدش يغلط، التزموا وهو ده الهدف، إحنا مراقبينكم. زي ما حصل بالظبط في دار للمسنين في اسكندرية، فضلت ريحتها تطلع 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 ولا حد معبر لغاية ما حد جه صور فيديو واحد اتقبض عليهم، هم دلوقتي في النيابة. الرقابة في مصر بعافية، بس في حاجة اسمها سوشيال ميديا قدرت تسد ولو خانة، بس خانة مهمة خصوصا في قصص وحالات الاعتداء على الأطفال.